ذبائح، جبنا من الأبقار وجبنا من الأغنام وجبنا من كل شيء، وهذا جاي نقدمه قربان لهاي ذول الأبقار اللي ساكنين هسه اليوم بالبرغبان. اعتبر نفسي انا خادم من هاي خدام الموجودين، ان شاء الله لدي ممات الثوره ان شاء الله. الدعم اللوجستي موجود، وتدري لو ما الدعم اللوجستي أكثرية الثوار ما راح تستمر، لأن هو الأكل والشرب هو الشيء الأساسي على مود العالم تستمر به. جايين هنا ندعم المتظاهرين ونبقى الى ان يبقى المتظاهرين. ايش قد يبقى المتظاهرين؟ شهر شهرين ثلاثه سنه، احنا نبقى ولازم نحقق مطالبنا. ما بهيك المجال، لا تراجع لا تراجع لا تراجع.